السلام عليكم أعزائي متابعي القناة التعليمية إيكول شادلي. اليوم غادي نبدأ أول صفحة من كتاب السنة الثالثة من التعليم الإعدادي التاسعة. كتاب ديال الفرنسي سميتو باسخيل فرونسي. هذا أول درس هو تيست ديفالياسيون دياغنوستيك، يعني اختبار ديال التقويم التشخيصي اللي كيديروه الاساتذه في اول سنه باش كيشوفوا المستوى اللي جاوا به التلاميذ من اقسام اخرى. عندنا سيكونس 0، علاش تسمات الوحده بين الوحده صفر؟ لان مازال ما بداش الموسم الدراسي، ما كتحسبش. فاز دو ترانزيسيون، يعني المرحله الانتقاليه او مرحله العبور، بحال شي جسر ديال العبور، شي قنطره ما بين مستوى ومستوى اخر، ما بين الثامنه والتاسعه. نشوفوا الأهداف ديال هذا الامتحان. اوبجيكتيف، الهدف ايدنتيفيي اي ايزولي دون ان تيكست لانفورماسيون دوموندي. ايدنتيفي انك تحدد وتعزل في نص المعلومه المطلوبه، يعني كيسولك واحد السؤال انت كتقدر تجاوب هكا، كتكون قدرتي انك تحدد الجواب الصحيح في داك النص، لأن ما كيسألكش شي سؤال اللي خارج النص، كيسولك ديما عن فهمك للنص. داكشي علاش كنسميوه كومبريونسيون دو ليكري، يعني فهم المقروء. داكشي اللي قريتي باش كيعرفوك انك فهمتي انك تجاوب صحيح على الأسئلة. هنا شوازير ان تيتر بيرتينون، يعني انك تختار للنص واحد العنوان مناسب. هنا ريوتيليزي دي مو او دي اكسبرسيون. utiliser هي تستعمل، reutiliser هي إعادة استعمال كلمات وعبارات من النص pour répondre لكي تجيب على أسئلة بسيطة، à des questions simples. هدف آخر، لك identifier le type et la forme de la phrase، أنك تعرف، تقدر تحدد لنا أنواع وأشكال الجمل. نقصدو بانواع دي تيب دو فراز، كتقصد بها واش ديكلاراتيف ولا انتروغاتيف ولا اكسكلاماتيف ولا امبيراتيف. ملي كنهضروا على لا فورم، كنهضروا على واش فورم نيجاتيف ولا فورم افيرماتيف، واش فيها النفي ولا فيها التاكيد. مثلا جو مونج لا بوم، هذه لا فورم افيرماتيف، نقول جو نو مونج با لا بوم، هذه لا فورم نيجاتيف. وهنا راه لي تيب دو فراز راكم قريتوهم وعاودتوهم، هي انواع جمله استفهاميه ولا جمله امريه ولا جمله عادية إخبارية ولا جملة تعجبية. هنا سو بريزونتي، من كيقول لك سو بريزونتي، بريزونتي كيلكو شوز، يعني تقدم شي حاجة. سو بريزونتي هي أنك تقدم نفسك، أنا فلان الفلاني، فهمت؟ إي بارلي سو بريزونتي، تقدم نفسك وتتكلم. إي بارلي دو سون كوتيديان، تهضر على حياتك اليومية، شنو كدير، كفاك، كنمشي للمدرسة ولا كنمشي للكرة ولا كنمشي للعب ولا كنمشي، المهم حياتك اليومية كيفاش كدوز، نهار كيفاش كيدوز. هنا بارلي على بروميير بيرسون، انك تقدر تهضر بالضمير الاول. الضمير الاول هو جو، انا تقول انا كليت، انا مشيت لهنا، انا غسلت سناني، انا لبست حوايجي، انا هزيت شكارتي، يعني ديما كتستعمل جو. ريديجي ان تيكست بيرسكريبتيف، شنو هو ان تيكست بيرسكريبتيف؟ هو نص نصحي اللي فيه ارشادات وفيه نصائح وفيه تقول شي واحد عندك تقطع الطريق من يكون الضوء الاخضر شاعل ديال الطوموبيلات، عندك تفعال، عندك تفعال، راجع دورك. هذا هو ان تيكست بيرسكريبتيف. هنا الهدف الاخر هو دوني دي كونساي، اعطاء نصائح، وهذه النصائح كتكون في لو تيكست بيرسكريبتيف. ندوزو للنص، نحاول نقراوه قراءه عاديه في الاول، ومن بعد نقراوه ديك قراءه تهجئيه، المقصود بها ان الناس اللي عندهم صعوبه في القراءه باش يسمع لو مو بشكل صحيح ويقدر انه ما يغلطش في نطق الكلمات، مفهوم؟ يعني في القراءة الأولى غنحتار معلمة الترقيم الفاصلة والنقطة إلى غير ذلك، وفي القراءة الثانية غنقراو كلمة بكلمة مقطعة، يعني الناس اللي ما عندهمش مشكل في القراية أنهم يفوتوا لا فيديو في ذاك الجزء ديال أننا كنديروا القراءة التهجئية، واضح؟ كومبريونسيون دو ليكري، فهموا المقروء. أن جون هوم دو 19 ans، واحد الشاب، يعني رجل شاب، اوم جون، جون اوم دو 19 ans، يعني عنده 19 سنه. كي فولي كومبريولي دي بيرو ا سان سيدو، كي فولي يعني كان باغي كومبريولي، يعني سرق
دي بيرو يعني مكاتب سان إيسيدرو، يعني هاد البلاصه شي قريه ولا شي فيلا صغير سميتو سان سيدرو بري دو سان دياغو، قريب من سان دياغو، يعني هتكون هذه شي مدينه كبيره اكبر من هاد بحال تقول مدينه حد كورت هذه، وهذه بحال تقول قريبه بالقصيري معروفه اكثر من هاد دون لو سود دو لا كاليفورني، يعني في جنوب كاليفورنيا. كاليفورنيا بحال تقول جهة القنيطرة، يعني شي مدينة كبيرة تاني، ولاية كبيرة. ولاية كاليفورنيا فين كاينة؟ كاينة في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا. إذا جاك واحد الشاب بغى يسرق شي بيرويات في واحد البلاصة، ها هي شنو سميتها؟ أشوازي، اختار دونتخي، أنه يدخل باغ لا شيميني، كما كتشوفوا في الصورة. ها هما كيجبدوا هادو لي بومبيي، هادو الرجال ديال المطافئ كيجبدوه، نتوما كتشوفوا كيفاش كاع كحل وهما كيجبدوه من الشمينه. قال لك اشوازي دونتري بار لا شيميني او il s'est retrouvé coincé، او يعني المكان اللي تلقى فيه سي retrouvé coincé، حاصل كوانسي نقولها حتى بالدارجه، لا تيت اون با، وراسو لتحت، لا تيت اون با، راسو هبط براسو، هو ما هبطش برجليه. Pendant plus de 5 heures. يعني بقى مدلي في ديك الشيميني اكثر من 5 سوايع، لانه هبط لتحت وتكوانسه في شي بلاصه. Le jeune homme، الشاب، a plongé la tête la première. قال لك لاح راسو هو الاول، يعني سبق راسو في ديك الشيميني، طلع للسطح وسبق راسو la première. Avant de se rendre compte، قبل ان يكتشف، se rendre compte que la cheminée était bouchée à la base. قبل ان يكتشف ان الشيميني يعني ديك المدخنه اتي بوشي، كانت بوشيا على باز، يعني في القاعده، لا باز هي القاعده، باغ يعني لتحت كاع فيما كيديروا العافيه، باغ دي كازيي اون ميتال، بواحد دي كازيي هما علب من المعادن، من المعادن بحال هو داك مول الدار داير دوك داير شي صنادق ديال الحديد، هما اللي هبط حصل فيهم. vers 1h du matin، مع الوحدة ديال الصباح. اش كنقصدوا الوحدة ديال الصباح؟ ماشي الوحدة ديال النهار، 1h du matin هي الوحدة ديال الليل، يعني باقي على الحرا بحال بدا الليل. 1h du matin mardi، يعني فوقاش وقع هذا الشيء، مع الوحدة ديال الليل نهار الثلاث. a expliqué، شكون اللي قال لنا هذا الشيء؟ ها كتلاحظوا لي غيوم هنا وهنا، يعني هذا الكلام هذا مقتطع شي واحد قالو، حنا نشوفوا شكون اللي قالو. a expliqué، شرح هذا، شكون اللي شرح هذا الشيء؟ لو سيرجون شارجان، يعني بوليسي، لو سيرجون دو بوليس خوان غونزاليس، يعني هذا الشرطي سميتو خوان غونزاليس. قال لك دو دو سي كومبليس، قال لك جوج من الشركاء ديالو في الجريمه، اجي العمر ديالهم دو 16 و 17 ans، العمر ديالهم 16 عام و17 عام، هادو الشركاء ديالو. اون دو لو كوتي، يعني بدورهم من الجانب ديالهم، شنو داروا هما؟ فورسي لا بورت دونتري. شنو هي فورسي؟ فورسي هي ماشي كتحل بالسالوت، فورسي اون بورت هي كتضربها برجلك ولا كتهرسها ولا كتحلها صحه، يعني ما كتحلهاش بالسالوت. فورسي لا بورت دونتري، حلوا صحه ديك الباب ديال الدخول. نو تروفون با دارجون، يعني ما لقاوش l'argent، ما لقاوش الفلوس. ils ont réuni، جمعوا، réuni جايه من réunion يعني اجتماع، ils ont réuni des stylos، بقاو كيجمعوا ستيلويات، et autres fournitures de bureau، fournitures de bureau هو عتاد المكتب، اما امبريمونت، اما بيسي، اما اوراق، اما يعني داكشي ديال المكتب كيكون في المكاتب. quand on les a arrêtés، ملي شدوهم، quand يعني متى، الوقت اللي شدوهم فيه، ils avaient كان عندهم بعض 28 دولار دو ماتيريال سور او، كان عندهم شي 28 الف فرانك، 8 دولار كيسوى شي 10 درهم، شي 280 درهم ديال داكشي، يعني قيمته بحال دابا داك الاستوديوات اللي داو داكشي، يعني ما داوش شي حاجه غاليه، كامله ساويه شي 28 دولار. شكون اللي قال هذا الشيء؟ عاود ابريسيزي، ها هي عندكم هنا سيغ او، يعني في جيوبهم ولا في هذا، ابريسيزي حدد ذلك بالضبط، شكون؟ مسيو غونزاليس.
واضح؟ ابارامون il s'était partagé le boulot. يعني قال لك اسيدي هاد الناس هادو فرقوا الخدمه بحال متفق من قبل ان شكون اللي يدير هادي وشكون اللي يدير. بوندون كو لان دونتر اونتري بار لو هو ملي واحد فيهم يدخل من الفوق يعني داك اللي حصل في الشميني اونتري بار لو هو يعني من الاعلى لي دو زوتر جوج الاخرين devait attaquer par le bas. Donc je le crains, خاصهم devait verbe devoir يعني يجب عليهم ان يهاجموا من الاسفل. يعني واحد يهاجم من فوق واحد يهاجم من تحت. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit. قال لك على العموم هادشي اللي قالوا لنا. الله اعلم يعني هادشي كيقولوا داك البوليسي. قال لك على العموم c'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit. يعني هادشي اللي قالوا لنا ما عرف واش بصح ولا كيكذبوا. A expliqué شكون اللي شرح هادي le commissaire chargé de l'affaire. يعني داك الكوميسير اللي مكلف بالقضيه. يعني ان في الكوميساريه ما كاينش ماشي كلشي كيديروا واحد كل واحد كيكلفوه بواحد لافير ولا واحد الدوس. يعني هذه القضيه هذا هو يشرح حالهم هذا الكوميسير رودني جونسون. هذا شكون هذا الكوميسير سميتو رودني جونسون فيزيبلمون بيربلكس. جيو هنا قالك اليرتي بار لي فوازان. قالك شكون اللي دار لاليرت يعني شكون اللي علم البوليس هما الجيران لي فوازان اليرتي هما اللي صوناو عليهم باش علموهم بان كاين شفاره. لا بوليس اي انترفوني الشرطه تدخلت peu avant 5 heures du matin قبل بعد شي شويه قبل الخمسة ديال الصباح عاد الشرطه تدخلت. لي دو ادوليسون ايتي توجور ا لانتيريور. هذوك المراهقين قال لك جوج مراهقين يعني دوك صحاب 16 17 عام دوك صحابو اللي دخلوا من 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 الباب هرسوا الباب ودخلوا. قالك كانوا مازال توجور ا لانتير مازال داخل ديال دي باتيمون ديال البنايه. طونطون يعني طونتي هو حاول يحاولون ديزيسبيريمون. ليسبوار هو الامل. لو ديزيسبوار هو فقدان الامل. يعني هادو كانوا كيحاولوا بفقدان الامل بواحد الياس معصبر ومقلق علاش لان ما لقاو والو. ديزيسبيريمون يعني فاقدين للامل ديكستخير لور امي انهم يعني كانوا هما ماشي كيقلبوا شنو يسرقوا كانوا باغيين يخرجوا يستخلصوا صاحبهم من ديك الورطه اللي فيها يعني من وسط ديك الشميني دي كوندوي. كوندوي هو داك المسار اللي كان هابط فيه و اي سو تروفي البلاصه اللي كان فيها هو يعني حصل واحد الحصله خايبه و اي سو تروفي بريزوني يعني في ما تحبس ديك البلاصه اللي تحبس فيها تزير فيها تكوانسه فيها. لي بومبي يعني رجال المطافئ سون ensuite intervenu هما اللي دخلوا et ont dû détruire partiellement le bas de la cheminée pour enfin libérer le jeune homme. Et qu'est-ce qu'il dit les pompiers يعني رجال المطافي sont ensuite من بعد دخلوا et ont dû détruire يعني كان عليهم انهم يهرسوا يهدموا partiellement يعني جزئيا ماشي كلشي ماشي هرسوا الشميني كامله انما هرسوا واحد الجزء منها من لو با دو لا شيميني من التحت ديال الشميني انه هو كان حاصل تحت قريب للبلاصه اللي كيديروا العافيه بور انفان لكي اخيرا ليبيغي يعني يحروا ليبرتي الحريه باش يحروا باش يجبدوه ما يبقاش حاصل لو جون اوم الشاب فير 6 مع 6 ديال الصباح عاد خرج من ديك الحصله. ايزون اتاكي 3 كوش سكسيسيف دو بريك. هاجموا قال لك 3 كوش يعني الكوش الاول والكوش الثاني يعني بحال تقول ثلاثه ديال الحيوط ديال البريك. هرسوا الحيط الاول الكوش الاول ولو هرسوا الحيط الثاني والحيط الثالث. انا كتعرفوا الشبيني بحال كتكون ضيقه وفيها الحيوط بزاف هرسوهم باش يقدروا سكسيسيف يعني متواليين دو بريك ديال البريك ولا الياجور بور لو سورتير دو لا باش يخرجوه من تمايا. ابريسيزي مسيو جونسون يعني شكون اللي قدم هاد الشروحات وهاد الامور بدقه يعني عطى التفاصيل هو هاد مسيو جونسون. هادي فين تنشرت ليبراسيون واحد الجورنال 15 نوفمبر 15 نوفمبر 2016. هادو هما الحوادث كيتسموا لي في ديفير كيكونوا في صفحات الحوادث في الجريده اما اكسيدا اما شي واحد تحرق اما شي مصيبه كحله اما المهم هادي كتسمى لي في ديفير الاحداث ولا صفحه الحوادث. هنا قال لك جون ريشيمون ليكسيك يعني أغني معجمي. كومبريولور هو لو فولور يعني السارق. كي كومبريول سيتادير كي فول اللي كيسرق يعني انه كي يخون ولا كيسرق هذا هو المعنى ديالها.
نعاود نقرا واحد القراءه متانيه، من بعد سيدي نمشيو للاسئله نجاوبو عليهم. اللي كيعرف يقرا مزيان يدوز الاسئله مباشره. ان جون اوم دو 19 ان كي فولي كامبريولي دي بيرو ا سان سيدرو près de San Diego, dans le sud de la Californie, a choisi d'entrer par la cheminée où il s'est retrouvé coincé, la tête en bas, pendant plus de 5 heures. Le jeune homme a plongé la tête la première avant de se rendre compte que la cheminée était bouchée à la base par des casiers en métal vers 1 heure du matin, mardi, a expliqué le sergent de police Juan González. Deux de ses complices, âgés de 16 et 17 ans, ont de leur côté forcé la porte d'entrée, ne trouvant pas d'argent, ils ont réuni des stylos et autres fournitures de bureau. Quand on les a arrêtés, ils avaient quelques 28 dollars de matériel sur eux, a précisé Monsieur González. Apparemment, ils s'étaient partagé le boulot pendant que l'un d'entre eux entrait par le haut. Les deux autres devaient attaquer par le bas. C'est en cet en tout cas ce qu'ils nous ont dit, a expliqué le commissaire chargé de l'affaire, Rodney Johnson, visiblement perplexe. Alerté par les voisins, la police est intervenue peu avant 5 heures du matin. Les deux adolescents étaient toujours à l'intérieur du bâtiment, tentant désespérément d'extraire leur ami du conduit où il se trouvait prisonnier. Les pompiers sont ensuite intervenus et ont dû détruire partiellement le bas de la cheminée pour enfin libérer le jeune homme vers 6 heures. Ils ont attaqué 3 couches successives de briques pour le sortir de là, a précisé M. Johnson. Ndouzou Sfha Tsoud, il y a fait l'asile, je vois les gens. Le fait, compréhension, quel coche. السؤال الأول قال كوش لا بون ريبونس، يعني دير علامة فعل الجواب صحيح. سو تكست اي قالك هذا النص هو ان بوام واش قصيدة، اون نوفيل واش رواية ولا حكاية،
ان في ديفر واش حادثه، ان كونت واش خرافه حكايات الخياليه. طبيعه الحال سي ان في ديفر Donc, relève deux indices qui le montrent. Les indices qui kibinou bi'annou hada haditha. Yani, précision d'yel. D'yel, précision. Du lieu. Temps. T'hadid d'yel mekan, d'abt blasa of California. Le temps, يعني مع الوحدة الليل نهار فلان الفلاني و لي لو نوم لا لي نوم دي بيرسوناج يعني الأسماء ديال الشخصيات بحال فلان مسيو جونسون مسيو كذا مسيو كذا. قالك ثالثا قالك دو كي لو جورناليست تيان سي انفورماسيون، منين هاد الصحفي كياخد هاد المعلومات. انك تلاحظوا بان كاينه شي جمل مكتوب دايرين دي غيومي، يعني ماشي الهضره الصحفي وانما هضره مقتبسه. مثل قال لي غيومي عرف راه قال بين قوسين تعرف بان ديك الهضره ماشي ديال داك اللي كاتب داك الشيء وانما غير نقلها. ان جابو نقولوا خذ لو جورناليست باش ما نطولوش، لو جورناليست تي سي انفورماسيون هادي ديروها نتوما دي باش ما حيت ما عندي حاجه سطوره نتوما ديروها دو سيرجون اللي كياخذ هذا من الشارجان خوان غونزاليس اللي كياخذ المعلومات ديالو من هذاك خوان غونزاليس ياك. وباش عرفتيها هنا قالك جيستيفي تا ريبونس، يعني ندوزو للحاجه الثانيه لا جيستيفيكاسيون اكتبوها بلون مغاير باش تبقاو عاقلين عليها، لان هذه راه جيستيفيكاسيون باش نكتبها نكتبوها بالكحل. نقولو مثلا لان كاينه ا اكسبليكي، مثلا كتلقى في النص كتلقى بين قوسين كتلقى ا اكسبليكي لو سيرجون فلان الفلاني، وكتلقى ثاني في النص ا بريسيزي، يعني هاد التوضيحات ولا بدقة عطاها لنا فلان الفلاني. هادو هما اللي كياكدوا لنا بانه المعلومات راه ماشي من عند الصحافي ولا كيتصرف فيها، حاط لك الهضره ديال داك البوليسي حرفيا، ما يقولش حتى كتالف ولا كتزيد من راسك، حاط الكلام ديالو حرفيا. رابعا قال كو فولي فيغ لادوليسون، شنو كان باغي يدير داك المراهق. نقولوا بانه il voulait كان باغي يسرق تو سامبلومون. il voulait voler ce qui se trouvait chez les كان في الدار trouvait dans la maison. واضح. ندوزو السؤال رقم خمسة نشوفو شنو قالنا شنو نطلب ياك سيدي. السؤال الخامس قالك كو لوي ايتيل اريفي، شنو وقع له. نقولو تو سامبلومون اي سي كوينسي دون لا شوميني، حصل في المدخنة. C'est coincé dans la cheminée en golo en essayant ملي كان كيحاول انه يدخل للدار ولا تو سامبلومون. خليو هذه الجمله بوحدها قصيره كافيه. ندوزو للسؤال رقم 6، شنو كيقول لنا في السؤال رقم 6. قال لك سيدي كيس كو سي كومبليس اون تيل في، شنو داروا الشركاء ديالو في الجريمه، شنو داروا في ديك الحاله. نقولوا ايزون forcer la porte d'entrée. انهم هرسوا الباب ديال الدخله. ils ont forcé la porte d'entrée de la maison. السؤال السابع نشوفو هنا الفوق شنو طالب منا. قالك سوليني لا بون ريبونس، قالك سطر على الجواب الصحيح. Le cambrioleur s'en est sorti tout seul. Donc, Shfar راه نجح في انه يفكو حيلو راسو بوحدو، يعني خرج من ديك الحصله بوحدو. لا خطا. Le cambrioleur a été sauvé par les voisins. Donc, Shfar راه نقدوه الجيران. لا.
هنا سير الاخير قالك لو كومبريولور تي سوفي بار لي بومبيي. صحيح الشفار نقدوه رجال المطافي هما اللي فكوه من الحصله ديالو. هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو للسؤال رقم 8. شنو كيقولنا؟ كيقول لك اسيدي كيس كي مونت كو لي في راكونتي سون فري. شنو اللي كيخلينا نعرفوا بان هاد الاحداث راه حقيقيه؟ نقولوا لانديكاسيون بانهم موضحين محددين. لانديكاسيون زيد واحد هنا سيتي لانديكاسيون دو ليو ملي قالك لو سود دو كاليفورنيا ليو اتدار على لو سود كاليفورنيا جنوب كاليفورنيا. ما نقولك لو نوم دي بيرسوناج اسماء ديال دي بيرسوناج ديال الشخصيات اسماء الحقيقية و لو طون التوقيت ملي كيقولك الوحدة ديال الصباح اكسيتيرا. قالك تيسيان كومبيان دو طون لوبيراسيون دي بومبيي دورتال. شحال ديال الوقت ديك العملية ديال رجال الأطفاء رجال المطافئ بقات؟ نقولوا بأن لوبيراسيون ا ديوري بلوس دون اور. لوبيراسيون يعني العملية استمرت ا ديوري بلوس دون اور، استمرت أكثر من ساعة. باش عرفناها وما عطيك داك السؤال عليك باش عرفتيها كيس كي لو موند شنو اللي كيبينو من النص؟ عاد تقول له بأنهم سون فوني يعني انا ما كنبغي نختصر لكم باش يقدني البلاصه. فوني تقول لي بومبي سون فوني افون 5 اور افون قبل الخمسة 5 اور. وعندنا ايزون ديجاجي لو فولور ديجاجي لو فولور دو لا شيميني يعني خرجوه من الشيميني دو لا شيميني معاياش ا 6 اور مع 6 يعني هما جاو في الخمسة وخرجوا مع 6 يعني راه باينه دوزو ساعه وهما كيتقاتلوا معاه حتى يخرج. ندوزو اسيدي السؤال رقم 10. قالك بروبوز ان تيتر او تيكست. عطينا شي عنوان، اقترح علينا شي عنوان للنص. تقدر تقول ان فولور كوانسي واحد الشفار حاصل كوانسي دون لا شيميني، ولا تقول هذا عنوان وصافي انت اللي بغيتي ديرو ديرو. عاد تقول واحد الشفار حاصل في لا شيميني، ولا تقول ان فولور ستوبيد ولا واحد الشفار غبي ولا ان فولور مال شونس. نديروها حتى هي بغيت ديروها يعني غير ما محظوظش مع الدو زهر. ان فولور مال شونس ما عندوش لا شونس مال شونس يعني ما عنده زهر. قال لك هنا كو بونس تو دو سو كافي لادوليسون. شنو رايك في هادشي اللي دار لادوليسون؟ سي ان كومبورتمون inacceptable يعني ما غير مقبول، تصرف غير مقبول. انتهى. إلى اللقاء في صفحة جديدة إن شاء الله.